هلو، ذس از دكتور عاد. في كذا عامل بيخلي الأكلة تكون سهل إنك تسف فيه، ومش عامل منهم الإرادة بتاعتك. ما بتسفش من الأكل عشان ما عندكش إرادة. 3 عوامل اللي بيحددوا انت هتسف قد ايه من الأكلة، انت هتاكل قد ايه من الأكلة. أول حاجة البالاتابيليتي، أي أكلة بتتبلع بسهولة اسمها هاي بالاتابل، ملهاش علاقة بالإرادة، هتاكلها بسهولة وهتسف منها كتير. زي الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي اللايت اللي بالمانجا. هات علبة زبادي يوناني من غير، مش متحلي خالص، وهات علبة زبادي لايت بالمانجا، وشوف قد ايه الزبادي اليوناني تنح في انك تبلعه، والزبادي اللايت اللي بالمانجا بيتبلع كده بيتزحلق. فسهل جدا انك تاكل كمية كبيرة من الزبادي اللايت اللي بالمانجا، وصعب جدا انك تاكل كمية كبيرة من الزبادي اليوناني. دي اول حاجه البالاتابيليتي. انا اديتك مثال على الزبادي بس ده ينطبق على اي حاجه تانية. تاني حاجه بتحدد قد ايه سهل ان انا اكل من وجبه هو البي اي ريشيو بتاعه الوجبه. كل ما كانت نسبه البروتين في الوجبه اعلى، كل ما كان صعب ان انا اسف كتير من الوجبه. وده برضو ينطبق على المثال بتاع الزبادي اليوناني والزبادي العادي. اصلا من ضمن اسباب ان الزبادي اليوناني صعب البلع هو انه مليان بروتين. الفرق نفس الفرق اللي انا قلت لك، زبادي اليوناني وزبادي اللايت بالمانجا. بس تعالوا ناخد مثال تاني، الفرق بين الجبنه القريش والجبنه الفته. اشمعنى الجبنه الفته بتتزحلق على زوري والجبنه القريش تنحى، وبخلص المعلقه ببقى مش قادر، وبكمل لو يعني لو الكوتش بتاعي كتب لي ربع كيلو ببقى هعيط وانا باكله. ليه؟ عشان مليانه بروتين. البروتين بيخلي الاكله اقل او اصعب ان انا ابلعها، فصعب ان انا اسف منها كميه. تالت حاجة بتخلي الأكلة تبقى سهلة السف أو سهلة البلع إنها تبقى هاي كارب هاي فات مع بعض، يبقى فيها فات عالية، دهون عالية، ونشويات عالية في نفس الوقت. يعني نفس كوباية الزبادي اليوناني اللي مكنتش عارف تبلعها، لو حطيت عليها معلقة سكر هتبلعها وهتنبسط جدا. نفس شوية الجبن القريش اللي مكنتش عارف تاكلهم، لو مثلا عملت توست ورحت حاطط عليه مثلا مربى، او حطيت عليه زبده، او دهننته شويه افوكادو على التوست ده على العيش، وحطيت عليه جبنه القريش، ورحت حاطط توستات تانيه فوق وشويه صوص وبتاع، هتبلعها وتبقى في قمه السعاده. نفس الجبنه القريش ما كنتش عارف تاكل منها معلقتين على بعض من شويه، لما اتحطت في توست مع شويه زبده ولا شويه افوكادو بقت سهله البلع وبتتدحرج. ليه؟ لانك عملت فيها ميكس كارب على فات. دي العوامل اللي بتحدد انت هتاكل قد ايه من الاكله، مش ارادتك. اوكي، يبقى علشان نشبع بسرعه من الاكل المفروض ندور على اكل يكون فيه بروتين انتيك عالي، يكون فيه بروتين اعلى ما فيه طاقه، ما يكونش هاي بالاتابل، ما يكونش سهل البلع اللي هو كل الاكلات اللي بنعرف نسف منها كتير زي الايس كريم والشيبسي والبيبسي والشوكولاته، وما يكونش فيه كارب على فات في نفس الوقت. انا دايما بقول لو عرفنا نسيطر على الجوع نعتبر مساله الخساسان، مساله التخسيس، مساله وقت. الحاجات دي لما نبعد عنها او لما نستخدم الـ3 عوامل دول في صالحنا، مسألة التخسيس خلاص مسألة وقت وهتحصل.